أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكريزي تاكسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت رايح فين في الهرم؟ أقول لك أنت رايح فين. تقول أنا رايح فين؟ رايح قول المساحة. أنا رايح فين؟ رايح المساحة هرم. يعني جنبها. قيوم الله اكبر حي لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك. في عام اسم الكلمة مصطفى ما شاء الله لا زال فيك مصطفى ما شاء الله مصطفى يا ابني انت عندك مشاكل؟ ايه هي المشاكل؟ عندك مشاكل كبيرة أوي كبيرة أوي وداخل على أزمة نفسية محبطة لا إله أنت شغلني سواء تاكسي علي السكوت وعليك الكلام وعليك السمع وعلي السؤال عليك السمع وعلي السؤال أنت بتمر بأزمة مالية ومين في البلد ما بيمرش بأزمة مالية؟ كده جبت التايه يعني وعندك مشكله كبيره هي مشكله الام في حياتك انت بتحب واحده اسمها نرجس نرجس دي جارتك ساكنه في العاشر انا ما عنديش بعشق اساسا مش في العماره بتاعتك في العماره اللي في وشك لا لا اوعوا تاذوه اوعوا تاذوه الله اكبر حي مدد مدد رب مدد غير عدد مدد غير عدد لا اله الا الله يا عم ركز في سكتك يا عم مصطفى يا ابني انت عندك مشكله اشطر عليا ربنا يا ابني اللي بيستر مع الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك بفضل الله بفضل الله تعالى الله اكبر ايه تبقى كده ان شاء الله انا مش هروح صيدليات تاني مش من شويه تعريف واحد اسمه البراغيتي الايه البراغيتي 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 تصدق تصدق والله هزر هزر براحتك عمال نهرش مين البرغيتي تاريني امبارح وانا نايم البرغيتي 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 سمته الأساسية هي القرص السريع المريب صح قرص سريع مريب بتعرف واحدة اسمها أمل هي أخت نرجس؟ لا بنت خالتها ما تنكرش ما قالتليش على بنت خالتها تنكرش يا عم وانا قادر على نرجس لما اقدر على ولاد خالتها وانا اخش على العيله كلها هي نرجس بس خلاص الشيخ الحايك اللي فريق كله مسالك وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا عرفتك وحسيتك وشميتك اركب اركب يا ولدي يا شيخنا اركب يا ولدي اركب يا ولدي افتح يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا بركاتك يا مولانا بركاتك يا مولانا حي لا اله الا الله مربوط بقالي 20 سنة يا مولانا من غير ما تقول عارف مربوط بقالك 20 سنة ايوه يا شيخنا ولفيت على مشايخ مصر كلها كله يا شيخنا وقابلت عيل صغير عنده 12 سنة قال لك روح للشيخ الحالك الشيخ الحالك مطلوب كله مسالك قعدت تدور كتير من الصعيد لحد اسكندرية حصل يا شيخنا حصل قابلت في الطريق مهالك قابلت في الطريق جبال وديان وتلال حصل يا شيخ عديت قاومت بلعتك الارض النعمه واللي طلعك منها كان معاه جمل اشقر حصل جمل تحس انه مهجن روماني على افريقي بركاتك يا شيخنا حصل قابلت في الطريق بنت اسمها عبيري حصل بص في عينيا كويس بص يا عم السكه بص في عينيا قوي يا عم بص في عينيا ما تقلقش بص في عينيا بص بص هو عليك ما تلمسوش انت خالص لا اله الا الله شوت علينا بص عليك يا عم
بس ايه يا عم هو انتوا مجانين ولا ايه؟ اوعى تمد ايدك انتوا حراميه. اصبر عليا. فك يا فريد. فك يا زنجيري. زنجيري. لا انتوا شويه نصابين انتوا الاثنين. اتفكت الراجل. ايه يا عم اتفكت يا عم اتفكت اتفكت. الله اكبر. توت يا عم سيبي نزل ايدك يا عم. اركب قطر صغنطوط. الله اكبر. اركب قطر صغنطوط. انت هروح اركبه هناك بعيد عن ما يتقال. اركب قطر صغنطوط يا عم. بقول لك ايه؟ افتح الباب. انت عندك هبوط. انا عندي هبوط في القفص. عندك هبوط في الزعبوط. يا عم انت مال امك انت عندك هبوط في الزعبوط. عندك احباط تحت البار. اركب قطر صغنطوط. الله يبارك لك يا شيخ. يلا يا عم. يلا يا عم. بس خليك معايا. نزل ايدك. لحالك. بقول لك ايه؟ ايه ده عليا؟ اوعى. حرامية. 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 انا لازم اطلع اللي عليك. انت حرامي. انت هاكل وراك النهارده. هاكل وراك عشان تجيب ورك نمله صغير تحطه عشان تسيب نرجس. انت النهارده نرجس مش هتحلك. نرجس مش هتحلك يا مصطفى. ده انا هعمل فيك زي ما بعمل في نرجس. يلا اوعى. بس بهزر معاك. بص الكاميرا. بص والله بص الكاميرا بنصور والله العظيم. ده بنصور برنامج كوميدي اسمه كريزي تاكسي. نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ نذيع يا عم. خلاص جاي. يلا ماشي. سلام. ماشي سلام. نورتني يا فندم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله عليه. رايح عند التميمي فيصل؟ لا لا اله الا الله. حي. شغال هناك؟ والله محل. وين بالظبط؟ اللي انت كنت بتكلمه في التليفون ده دلوقتي يا ابني بلاش تروح له لان ده نصاب وبيضحك عليك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم انت؟ يا عم مفيش حاجه ما تستغربش. بس يا عم اللي انت بتقوله ده. اسمع كلامي. مع الشيخ الحالك طريقك كله مسالك. شيخ مين؟ الشيخ الحالك طريقك كله مسالك. النور نور البصيرة يا ابني. النور نور البصيرة وبصيرتي شافت اللي انت ما تشوفوش. وعالي ايقن اللي انت ما تايقنوش. خليك في سكتك احسن. وقلبي قلب اللي انت ما تقلبوش. وعيني شافت اللي انت ما تشوفوش. الله اكبر. حي. خليك في سكتك يا اسطى. مدد مدد يا رب مدد من غير عدد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اسمع كلامي. اسمع كلامي. وسيبك من بيت الكوافيره اللي فاتحه جنبك. البيت دي بتلعب بيك. البيت دي عايزك تديها فلوس. مش عايزه منك حاجه ولا في حاجه اسمها حب ولا في حاجه اسمها عشق. يا عم انت بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ عشق عشق الروح. اسمع كلامي. اسمك كريم. محمود. البصيره لما بتشوف القلب بينسى الزغروف. اسمع اسمع وابعد عن اكل لحم الخروف. لحم الخروف يجيب له ظروف. لحم الفيوم. الله اكبر. مدد يا اسطى. ركز يا اسطى. امشي عدل يا اسطى وركز يا اسطى. الطريق عليك مارد. عليك مارد. عليك مارد من الجن. مفيش الكلام ده. عليك مارد من الجن. اسمع كلام شيخك يا ولدي. مفيش الكلام ده. عليك مارد من الجن اسمه لولو. عليك مارد من الجن اسمه لولو ما تخافش منه. لا 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 لا. عليك مارد من يا اسطى. مفيش الكلام ده يا اسطى. بس عليك في طريقك بس وركز. انت عندك مشكله. عندك مشكله ماديه بتمر بيها. انت جبت الكلام ده منين؟ عندك مشكلة مادية بتمر بيها رد عليا. يعني وعندك مشكلة تانية صح؟ شيخ الحالك دي يبقى كده ان شاء الله. يا اسطى انت بتجيب الكلام ده منين يا اسطى؟ انا بشوف اللي انت ما تشوفوش، باكل اللي انت ما تاكلوش، بشرب اللي انت ما تشربوش، بنام النوم اللي انت ما تنامش. ربنا يتقطع. لا اله الا الله. 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 لا 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 لا. بدأ يشتغل. لا 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 لا. بدأ يشتغل المرد اللي عليك. يا اسطى شوف يا اسطى. عارفك انت جاي لي. انت جاي لي انا عارفك وشايفك. مربوط بقالك 20 سنة. انت داخل عليا في التاكسي. يا اسطى في الصين. الطريقة اللي انت بتتكلم. سلام. الله. يا اسطى. اهو. اشتغل حالك يا ترى كله مثال. ايه يا عم؟ شيخنا الجليل. جليل مين يا عم؟ جليل مين يا عم؟ شيخنا الجليل. الله اكبر. انزل يا عم. الله يا عم. اكبر. اركب فين يا عم؟ انزل اركب فين يا عم؟ انا راكب معاك يا عم. مالك انت؟ انا راكب معاك. الله اكبر. اصلا اركب فين يا اصلا؟ انا راكب معاك. انا الله يا عم. ايه انا راكب معاك؟ ايه ده شويه واسمع قصته يا عم. انا راكب معاك. قصته عندك قصه شبه قصته. اسمع مني يا عم. قصه مين يا عم؟ انت مربوط بقالك 20 سنه. ارجع ورا بعد اذنك يا عم. ارجع ورا بعد اذنك. دورت عليا في كل حته من النيل للفرات. حصل يا شيخنا. خدت رحله طويله. الرحله دي بدايتها كانت في بلاد السنغال. حصل. مريت بكينيا الاستوائيه. حصل.
وفي كينيا الاستوائيه. يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ بس يا عم بس يا عم انت كان اسمها خديجة. حصل يا شيخنا. يا عم اطلع يا عم، خلينا نوصل يا عم، خلينا نمشي يا عم من هنا يا عم. قلت لك المغرب، قلت لها ما بروحش المغرب. حصل حصل. بص لي كويس، مربوط بلاش ليه؟ لا اله الا الله. بص لي كويس، بص لي كويس. ايه يا عم انت عملت ايه فيه يا عم؟ ما تتكلمش. انت عملت فيه ايه؟ اصحى يا عم، انت فوق يا عم، انت في ايه؟ فك 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 فك. يا ولادي ارجع طبيعي، ارجع ارجع. الربطه اتفك يا عم، فكت يا عم. انت وقعت يا عم، بص يا عم، اكبر وعدك يا عم. يا شيخ تدي كان اه يا عم، يا شيخ شيخنا مين يا عم؟ اه يا عم انت اوعى يا عم، هو اللي واتساب يا عم. اسكت يا عم، يا عم انت مالك يا شيخ؟ يا ابن المجنون نزلني يا عم، افتح لي ام، افتح لي يا عم. اه يا عم اوعى، ده انا دغدغانك، ده انا اخطفك بيها والله، اخطفك بيها دي. يلا يا عم اوعى يا عم، هلك مين يا ابن المجنون؟ اوعى يا عم انت، هلك مين يا عم؟ هلك مين يا عم؟ اطلع يا لولو يا عم، اقعد يا عم انت، اقعد من هنا يا عم انت. اطلع يا لولو، لولو هيطلع، هطلع لولو من يا جدع. انت اللي اخطفك بالتاكسي بتاعك ده، انت مجنون ولا ابن المجنون انت يا عم؟ نزلني من ام المخلوقه دي، اخطفك بيها والله يا عم. اه والله اخطفك بيها يا ابن المجنونه، اه يا ابن المجنونه اخطفك بيها. اه ايه جنبك يالا؟ انت مين يالا؟ انزل لي. انزل الحلقه حبيبي. اه يا عم كسون طيبين. انت طيب، نورتنا.